السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. ومن يسمعنا، نحن في ليلة الخميس، ليلة 28 من ربيع الثاني سنة 46 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 31 من الشهر العاشر لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى. وما زلنا مع شرح مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 300 و1000 من الهجرة. وما زلنا في كتاب البيوع ومع باب الربا والصرف، وسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم بخير، اللهم آمين. ونحن مع المجلس 72 في قراءة هذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الربا. تعريف الربا لغة: الزيادة، وشرع: تفاضل في أشياء ونساء في أشياء، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها. حكمه: حرام بالإجماع. قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. دليله: وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اجتنبوا سبع الموبقات ومنها الربا، وهو من الكبائر. نعم. الربا الزيادة، ربا يربو، زاد ونما. وأما في الشرع فهو نوعان كما هو معلوم: ربا الفضل وربا النسيئة. وإذا قال تفاضل في أشياء ونساء في أشياء، اللي هو ربا النسيئة التأخير. والربا معروف وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ثم قال: كلهم سواء، يعني الذي يأكل والذي يؤكل واضح، لكن حتى الشاهد والكاتب ملعونون. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكون الله تبارك وتعالى يعلن الحرب على آكل الربا يدل على تحريمه. وكذا قول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالقصد أن الربا محرم، وهذا بإجماع أهل العلم، على تفاصيل في الأمور التي تكون ربوية أو غير ربوية، لكن اتفق أن هذا ربا فهو حرام بالإجماع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ما يجري فيه الربا. يجري الربا في المكيلات والموزونات ولو لم تؤكل، لا المعدودات والمذروعات، وما أخرجته الصناعة عن الوزن، وكذا الماء. نعم. الربا يقع في المكيلات والموزونات، يأخذونه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح أو البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. فيقول: الذهب والفضة موزونات، والتمر والشعير والقمح والملح مكيلات. فإذا قال يجري في هذه، ولا يجري في المعدودات ولا المذروعات، يعني لا يجري الربا في المعدودات، يعني ساعة بساعتين مثلا، أو بيت ببيتين، أو قلم بثلاثة أقلام، هذا لا يجري فيه الربا، عادي يجوز. تفاحة بعشر تفاحات، هذا ليس ربا لأن هذه معدودات. أو المذروعات اللي هي بالأمتار تباع أو كذا، هذه كذلك ليس فيها ربا ولو تفاضلت ولو لم يكن فيها تسليم، ليست أموال ربوية. وإنما الربا يكون في المكيلات والموزونات على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: أنواع المكيلات أربعة. الأولى الحبوب كالبر والشعير والدخن، الثانية الأبازير كبزر الفجل والكتان، الثالثة المائعات كاللبن والخل والزيت وسائر الأدهان، الرابعة الثمار كالتمر والزبيب والفستق والمندق واللوز وكذا الملح. أنواع الموزونات: الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والصوف والعنب والزعفران والخبز والجبن والعصفر والزجاج واللحم والشحم والزبد والسكر، وما عدا ذلك فمعدود ومذروع لا يجري فيه الربا، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان ونحوها، وما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة. نعم، يعني اتفق أهل العلم على أن الربا محرم، واتفقوا كذلك على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا، ولذلك يسمونها الأموال الربويات، يسمونها الأموال الربويات التي يمكن أن يكون فيها الربا، وهي التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. هذه الأصناف الستة الجمهور، جمهور العلماء، قالوا إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل ويدخل فيها غيرها، وذهب الظاهرية وتابعهم بعض أهل العلم إلى أن هذه ذكرت للحصر، فقال لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة فقط، في هذه الأصناف الستة فقط. وعلى كل حال نحن ندرس الآن مذهب الإمام أحمد، ومذهب الإمام أحمد أنه يقاس عليها غيرها. قلنا الظاهرية عندهم لا يقاس عليها غيرها، هذه فقط التي تكون فيها الربا، يكون فيها الربا. أما الجمهور ومنهم مذهب الإمام أحمد أنه يقاس عليها غيرها، أو لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، لا تفرق بين المتماثلات، وإن اختلفوا في العلة فيما يدخل وما لا يدخل معها في القضايا الربوية. فعندما نأتي للمكيلات فيقول التمر والشعير والقمح والملح، هذه كلها مكيلات، هذه مكيلات، فكل ما يكال، كل ما يكال فإنه يدخل فيه الربا، كل ما كان يكال كيلا يباع بالكيل، يعني بالصاع أو بالطاسة أو بالاستكانة أو أي شيء بالبيالة، هذا كله يكال كيلا، فكل ما يباع بالكيل فإنه يجري فيه الربا. ولذلك قال الحبوب كالبر والشعير، هذان منصوص عليهما، قال الدخن وهو نوع من النبت، طيب قال وكذلك نوع من الحبوب، وكذلك قال الأبازير كبزر الفجل والكتان اللي هي البهارات وما شابه ذلك مما يستخدم، قال والمائعات لأنها أيضا تكال تباع بالكيل كاللبن والخل والزيت وسائر الأدهان، الدهون الحيوانية والنباتية كذلك، قال والثمار، النص ورد في التمر، قال أيضا يدخل فيها الزبيب والفستق والبندق واللوز والملح وهكذا. فالملح طبعا ذكروا أنه مكيل أيضا، فلذلك قالوا يدخل فيه الربا، والملح منصوص عليه بالسنة. المذهب أن هذه المكيلات فقط التي أو كل مكيل يدخل فيه الربا. الرواية الثانية في المذهب أنه لابد أن يكون مكيلا مطعوما، مكيلا ومطعوما يعني يؤكل، هذه العلة، العلة أنه مكيل يطعم، لأن هناك قول ثاني أن أي مكيل حتى لو لم يطعم كالقطن مثلا كالورد أو كذا يباع بالكيل، قالوا أيضا يحرم، والمشهور أنها إذا كانت مكيلة مطعومة يعني تؤكل، تباع بالكيل وتؤكل، هذه العلة، قالوا نكون مكيلا مطعوما. أما بالنسبة للذهب والفضة
ويقاس عليها غيرها، قال النحاس، الحديد، الرصاص، غسل الكتان، قطن الحرير، الشعر، الصوف، العنب، الزعفران، الخبز، الجبن، العصفر، الزجاج، اللحم، الشحم، الزبد، السكر. قال لأن هذه كلها تباع بالوزن، كلها تباع بالوزن، والعلة في الذهب والفضة هو الوزن. والقول الثاني في المذهب أنه ليست العلة الوزن فقط، وإنما الوزن والثمنية، الوزن والثمنية، يعني يكون موزونا ويباع ويشترى به، ولذا قالوا فقط الذهب والفضة، فلا يقع يعني في الزجاج ولا في الحديد ولا في الرصاص ولا في الشعر ولا في الصوف، ولا قال هذه كلها لأن هذه غير ثمنية. الثمنية في الذهب والفضة، يعني يباع ويشترى بها الذهب والفضة، وهذا هو القول الثاني في المذهب، واختيار شيخ سام تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن العلة في الموزونات اللي هي الذهب والفضة الثمنية والوزن، الثمنية والوزن، فكل ما يوزن وله ثمن يعني يباع ويشترى به يكون فيه الربا، وما لا يباع ويشترى به أو لا يباع لا يعني لا يباع ويشترى به طيب ولا يوزن فإنه ليس داخلا في هذا التحريم. إذن عندنا المكيلات، المكيلات أن يكون مكيلا مطعوما يؤكل، الموزونات أن يكون موزونا له ثمن يعني يباع ويشترى به، هذا القول الثاني في المذهب، هذا القول الثاني في المذهب وهو الأظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وإذا قال بعدها ما عدا ذلك فمعدود ومذروع، يعني يباع بالعد مثل الرقي، مثل البرتقال، مثل التفاح، مثل الرمان، يعني بعدد كم رمانة بالدرزن يبيعون مثلاً، تبي 12 تبي 10 تبي 5 بالعدد، وليس بالوزن ولا بالكيل، مع أن الآن أكثر البيع والشراء يكون على الوزن، لأن الوزن أدق شيء، الوزن أدق شيء، لأن هذه حتى تتفاوت في حجمها ووزنها، فلذلك الآن تقريبا الوزن هو الذي طغى على السوق في البيع والشراء وكذا. على كل حال هذه في الأصل هي معدودات ومذروعات، فلذلك لا يجري فيها الربا. وإذا ذكر مثال بطيخ، القثاء اللي هو الخيار، الطروح، الخيار، الجوز، البيض، الرمان ونحوها، وما أخرجته الصناعة، الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة. الفلوس في اللي هي معدنية، فلوس المعدنية في السابق كانت دنانير الذهب، وهناك الفلوس. دنانير الذهب اللي هو فعلا ذهب، قطعة ذهب يباع ويشترى بها، تسلم قطعة ذهب. إذا جاءت الفلوس اللي هي النحاس تصير ولا معدن، اللي حاليا معروفة عندنا 50 فلس 100 فلس، وهذه معدن حديد. إذا قالوا الفلوس هذه ليست ذهبا ولا فضة، لذلك يجوز يعني الربا فيها. يقول لماذا؟ يقول ليست ذهبا ولا فضة، صحيح ثمنية لكن ليست ذهبا ولا فضة. فهذا بالنسبة لي الموزون المكيل في الربا. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: أقسام الربا قسمان، ربا فضل وربا نسيئة. تعريف ربا الفضل لغة الزيادة، وشرع بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدا أحدهما عن الآخر. تعريف ربا النسيئة لغة التأخير، وشرع بيع المكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلا ليس أحدهما نقدا. ويشترط لصحة بيع المكيل أو الموزون بجنسه شرطان. نعم. إذا قال الربا نوعان: ربا النسيئة ويسمى ربا الأجل، وربا الفضل، ربا الفضل الذي يكون في المطعومات الموزونات. طيب، قال بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدا أحدهما عن الآخر، هذا ربا. لما نأتي الأصناف الستة مثلا، التمر والشعير والقمح والملح والذهب والفضة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء،
وفي رواية لا يجوز إلا هاء وهاء، يعني سلم وسلم في هذه الأشياء. فمثلا لما أبيع تمرا بتمر، تمر بتمر، يعني وتدرون التمر أنواع، مثلا في تمر إخلاص، في برحي، في سكري، في سعمران، في بريم، أنواع كثيرة التمر، حتى أن بعضهم قال تتجاوز 1000 نوع أنواع التمور، بغض النظر وهذا قديم وهذا جديد. طيب، فهذا التمر لما يباع لابد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. طبعا قلنا التمر مكيل، يباع بالكيل في السابق، يباع بالكيل وليس بالوزن، ملء السطل مثلا اللي هو الصاع أو السطل أو كذا، ملء هذا التمر، سمع المحفر، الصاع، المكتل. طيب، ما يملأ هذا وما يملأ هذا. فلو أخذنا واحد مثلا صاع بصاع ونصف ما يجوز. ما الذي يجوز صاع بصاع؟ قال هذا قديم وهذا جديد، نفس الشيء، ما في فرق، صاع بصاع. طيب شو أساوي الجديد؟ طيب لا تساوي، لا تبادل. طيب ماذا أفعل؟ بيع هذا، بيع الجديد الذي عندك وأمواله، خذها واشتر بها صاعين، لكن لا تبادل صاع بصاعين أو صاع بصاع ونصف وما شابه ذلك من الأمور. وإذاك لما جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب، برني طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمركم هكذا؟ قال هذا نبيع منه الصاع بصاعين، هذا الصاع بصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، عين الربا، ما يصير صاع بصاعين، صاع بصاع بس. يقول هذا أطيب، روح بيع الأطيب وفلوس أشتر فيها، لكن لا تبادل إلا أن يكون مثلا بمثل، مثلا بمثل. كذلك القمح، صاع قمح بصاع قمح، مثلا سطل في قمح بسطل كبرى في قمح، وهكذا. نفس الشيء الشعير، نفس الشيء الملح، إذا لابد أن يكون مثلا بمثل. واحد يقول لا هذا الشعير طيب وهذا القمح أطيب وهذا كذا، نفس الشيء، لا يجوز أن يتم مبادلة بين قمح وقمح، أو شعير وشعير، أو تمر بتمر، أو ملح وملح، ويكون هناك تفاضل بينهما. طبعا إذا القول المشهور عند الجمهور هو قول الحنابلة أنه يقاس عليها غيرها، كذلك الأبازير اللي هي البذور وغيرها، الأرز، العدس، الماش، كل هذه الأشياء، الجريش، كلها لابد يكون مثلا بمثل، لا يجوز أن يفرق بينها، لابد أن تكون مثلا بمثل. إذن هذا هو البيع المكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه، لا هذا عفوا، بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدا أحدهما عن الآخر، هذا ربا الفضل يسمى، أن تفاضل أحدهما أكثر من الآخر. أما ربا النسيئة فقال التأخير، ربا النسيئة ربا التأخير، ويسمى ربا الأجل. وبعض أهل العلم يفرق بين ربا النسيئة وربا الأجل. ربا النسيئة اللي هو الربا المعروف، يأتي شخص لشخص يقول أقرضني 1000 أعيدها لك 1100، لكن تؤجلني بسبب النسيء اللي هو التأخير، زاد عليه 100 دينار، 1100 صار، هذا ربا النسيئة، وهذا الربا المحرم بالإجماع، هذا الربا المحرم بالإجماع، وهذا محرم لذاته، بينما ربا الفضل محرم لغيره، لأنه يؤدي إلى ربا النسيئة. فعندنا إذا ربا النسيئة وربا الفضل، ربا النسيئة شد تحريما من ربا الفضل، وربا الفضل يؤدي إلى ربا النسيئة، وإذاك يقول ربا الفضل محرم لغيره، بينما ربا النسيئة محرم لذاته. ولذا ربا الفضل كما سيأتينا في بيع العرايا يجوز في بعض الحالات، لأنه محرم لغيره، بينما المحرم لذاته لا يجوز إلا عند الضرورة. ربا الفضل يجوز عند الحاجة، ربا النسيئة لا يجوز إلا عند الضرورة، والضرورة أشد من الحاجة، الضرورة أشد من الحاجة. فربا النسيئة
هو أن يقرضه 1000 على أن يعيدها 1100 أو 1200، اللي هو الربا المعروف عند الناس، هذا هو المشهور عندنا. ربا الأجل هو ربا النسيئة. بعضهم يفرق بين ربا الأجل وربا النسيئة، أن ربا الأجل أن يبيعه مثلا 1000 ب1000، يقول أغرضني 1000 تفضل، متى تعيدها؟ قال بعد شهر، بعد شهرين، قال توكل هذا 1000. بعد شهرين جاءه قال أجلني ما أستطيع، قالوا أجلك وأزيد عليك 100. ما كل اتفاق في البداية، كل اتفاق بعد، فيزيد يعني مقابل التأجيل أخذ عليه مالا أو مبلغا من الربا، هذا هو ربا الأجل. فإذا في النهاية إذا ربا النسيئة ربا الأجل هو شيء واحد، لأن محصله واحد في النهاية. أما ربا الفضل فهو في المطعومات والمكيلات والموزونات التي مر ذكرها. نعم. ويشترط لصحة بيع المكيل أو الموزون بجنسه شرطان: الأول المماثلة في القدر، الثاني القبض قبل التفرق من المجلس. وإذا بيع بغير جنسه اشترط له شرط واحد: القبض قبل التفرق من المجلس وجاز التفاضل. طيب الآن قال ربا الفضل يشترط فيه شرطان، يشترط فيه شرطان، أمور ربا الفضل بيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون أو الموزون بالمكيل، قال اشترط شرطان، اشترط شرطان أن يكون مثلا بمثل وأن يكون يدا بيد، أن يكون مثلا بمثل وأن يكون يدا بيد. الآن بعت التمر، قلت له هذا صاع من التمر بصاع من التمر، جائز؟ جائز. صاع من التمر بصاعين من التمر ربا، ربا. إذا لابد من إيش؟ التماثل، صاع بصاع، ممتاز. قال هذا صاع من التمر وبعد ساعتين أعطيك الصاع الذي عندي، لا يجوز، لابد مع التماثل يكون تقابض، سلم واستلم. ما يقول هذا تمر لك وبعد يومين يأتي التمر أعطيك اللي لي، واضح؟ إذا لابد يكون تقابض سلم واستلم، ولابد يكون تماثل مثل بعض. ذهب بالذهب نفس الشيء، لما تأتي تشتري وتبيع في الذهب مثلا، تجي تشتري الذهب تقول هذا ذهب وزنه مثلا 100 جرام وهذا ذهب وزنه 100 جرام، تفضل هذا 100 جرام من عندي وهذه 100 جرام من عندك، سلم مستلم ومئة بمئة، يجوز؟ يجوز، ما فيها شيء، لأنه مثلا بمثل يدا بيد. لكن لا قال له أعطيك 100 جرام من هذا الذهب على أن تعطيني 80 جرام من هذا الذهب، نقول ما يجوز. لماذا؟ ما في تماثل، ما في تماثل. طيب قال طيب أخذ هذا الذهب الآن والذهب اللي عندك وين؟ قال باكر أجيب لك، ما يجوز. لماذا؟ يدا بيد. ومنه الآن اللي هو البيع في المحلات الذهب مثلا، يأتون يشترون الذهب مثلا، يسلمه اليوم المبلغ ويقول له باكر تعال استلم الذهب، هذا لا يجوز، لابد يسلم ويستلم على طول مباشرة. بيع الذهب لابد، لأن الأموال النقدية هي بما يعادلها من الذهب، فهي أصلا ذهب، وذاك هي ثمنية الآن. الأموال النقدية الدنانير والريالات والجنيهات هذه أصلا ثمنية، ولذلك تعامل معاملة الذهب، تعامل معاملة الذهب، فلا يجوز الشراء بها إلا يدا بيد، إلا يدا بيد. طيب إذا كان ذهبا بذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، فضة بفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، تمر بتمر، مثلا بمثل، يدا بيد، شعير بشعير، حتى لو اختلفت أنواع الشعير، هذا شعير عراقي، هذا شعير شامي، هذا شعير ما له فرق، هذا تمر نوع كذا ما فرق، لا مثلا بمثل، يدا ملحا بملح، مثلا بمثل، يدا بيد. إذن لابد من اجتماع إيش؟ هذين الشرطين. طيب إذا اختلفت ذهب بفضة، نتفق
الذهب والفضة موزونات، صحيح؟ التمر والشعير والقمح والملح مكيلات، صحيح؟ نعم. طبعا نقص عليها غيرها من المكيلات المطعومات. طيب إذا اختلفت لكن من نفس الجنس، طيب، أو من نفس الجنس الموزونات لكن اختلفت من نوع، هذا ذهب هذا فضة، طيب، قال زين أنا ببيع كيلو ذهب مقابل 50 كيلو فضة، لأن الفضة ما هي مثل الذهب ولا لا؟ كم جرام الذهب؟ 24 دينار، 24 25. كم جرام الفضة؟ 300 فلس. هي ما حد يبيها، شوف ما تعرفونها. زين الفضة يمكن 300 فلس الجرام أو شيء، ما في شيء كلش. طيب إذا هي ليست كالذهب، فأبيع كيلو ذهب مقابل 50 كيلو من الفضة مثلا، ما يضر، يجوز عدم التماثل، لكن لا بد يدا بيد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت أجناسها فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. إذن إذا ذهب بفضة يجوز عدم التماثل لكن يشترط التقابض. وضحت؟ خلصنا الذهب والفضة، نرجع للمكيلات. نظر المكيلات اللي هي التمر والشعير والقمح والملح، هذه المكيلات نفس الشيء، لا يشترط تماثل. يعني أبيعك مثلا صاع من تمر مقابل 4 أصع من ملح، ما يضر، لأن اختلف الجنس، جنس الملح غير جنس التمر، لكن لا بد إذن بيد تقابض، لا بد يدا بيد. وضحت الصورة؟ زين، إذن في المكيلات يجوز عدم التماثل لكن لا يجوز عدم التقابض، لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض بين المكيلات. بين الموزونات كذلك لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض. واضحة؟ زين، تمر بذهب، طلعنا الحين مكيل بموزون، مكيل بموزون، صح ولا لا؟ الموزونات يمين، المكيلات يسار. الآن مكيل بموزون ذهب مقابل مثلا كيلو ذهب مقابل 100 كيلو من التمر مثلا، أو أكثر، ها أكثر، زين، كيلو ذهب مقابل، طبعا هذا مو بالكيل، هذا بالأمنان مثلا، من واضح ولا لا؟ المهم لا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. وضحت؟ وضحت إن شاء الله. إذن إذا كان مكيلا بمكيل يشترط التقابض ولا يشترط التماثل، إذا كان موزونا بموزون من غير جنسه، ها، ذهب وفضة، فيشترط التقابض ولا يشترط التماثل. أما إذا كان موزونا بمكيل لاش مفتوحة، لا تقابض ولا تماثل. وضحت؟ اي نعم. نعيد الآن القراءة. ويشترط، ويشترط لصحة بيع المكيل أو الموزون بجنسه، بجنسه، ها، بجنسه، يعني ذهب بذهب، بجنسه، فضة بفضة، تمر بتمر، ملح بملح. نعم. شرطان، الأول المماثلة في القدر، كيلو كيلو، صاع بصاع. نعم. الثاني القبض قبل التفرق من المجلس، يدا بيد، هذا إذا كان ذهب بذهب، تمر بتمر، شعير بشعير، وهكذا. نعم. وإذا بيع بغير جنسه اشترط له شرط واحد، بغير جنسه لكن من نفس نوعه، يعني ذهب وفضة، الذهب جنسه غير جنس الذهب، غير جنس الفضة، طيب، فاختلف الآن الجنس، فهنا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. نعم. اشترط له شرط واحد، القبض قبل التفرق من المجلس وجاز التفاضل، ولا يصح بيع مكيل بجنسه وزنا، ولا موزون بجنسه كيلا، ولا بعض مكيل أو موزون ببعض جنسه جزافة، ويصح إذا اختلف الجنس كيلا ووزنا وجزافة. إيه نعم، جزاف يعني بالكود، الجزاف يعني يشتري بالكود، مثل شفتوا كود زبيدي، كود
مثلا الغنم بدون معدها بدون هذا بالكود، يعني خذ الموجود كله هذا بالكود يعني يباع. طيب جزاف، هاي يسمونه جزاف يعني غير دقيق في الحسبة، يعني لا في وزنه ولا في وإنما بالنظر كذي. طيب يقول لا يصح بيع مكيل بجنسه وزنه ولا موزون بكيل بجنسه كيل. طبعا كما قلنا هذا في السابق، هناك مكيلات هناك الآن تقريبا كله موزون. الآن المكيل يكاد يكون نادرا، أن يباع شيء بالكيل يكاد يكون نادرا، لأن فعلا الوزن أدق، الوزن أدق شيء الآن، فأكثر يباع بالوزن. وإذاك يقول الكيل يقدر بالحجم، الكيل يقدر بالحجم ملء السطل أو ملء الطاسة أو الصاع أو كذا، بينما الوزن يقدر بالخفة والثقل، الوزن بالخفة والثقل. ولذلك الآن أكثر البيع كما قلنا بالوزن دون الكيل. حتى الذي كان يباع بالعد مثلا، الآن الموز أنا أذكر لحقنا عليه يباع بالعد، يمكن للحين في مكان يباع بالعد ولا لا؟ الموز الحين كله بالوزن ولا صح؟ قبل أذكر الموز بالعد ما زال في أماكن للحين يبيعونه بالعد الموز، وكثير الحين يبيعونه بالوزن لأن اختلاف الأحجام. التفاح قبل بالعد الحين بالوزن، البرتقال بالعد الحين بالوزن، حتى البطيخ حتى هذا القرع كان يباع بالعد الحين يباع بالوزن. فالقصد إذن أن المكيل المطعوم هو الذي يجري فيه الربا، وأما الموزون فقلنا الذهب والفضة الوزن والثمنية. طيب هنا قال لا يصح بيع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون بجنسه، يعني لا تغير هذا مكيل تبيعه موزونا، لكن هذا كما قلنا قبل الآن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. نعم أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الجنس والنوع من الربويات. تعريف الجنس هو ما له اسم خاص يشمل أنواعا كثيرة كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه كلها أجناس، يعني الذهب جنس والفضة جنس آخر والتمر جنس والملح جنس آخر وهكذا، وكل جنس تجد تحته أنواع، يعني الذهب تحته أنواع، الفضة تحتها أنواع، التمر تحته أنواع، الشعير تحته أنواع وهكذا. فهناك إذن أجناس وأنواع، وهذه المسائل يعني منطقية أكثر ما أنها يعني شرعية، منطقية يعني وأخذها أهل الشرع في هذا التفريق بين الجنس والنوع. وقد يكون الأحيان شيء جنسا في مكان نوعا في مكان، أو جنس في مقابل شيء نوع في مقابل شيء آخر. فالآن الحياة الأحياء الموجودة يسمونها الحيوان مثلا، منها الإنسان حي، الحيوان الطير حي، الحيوان البهائم حي، الأسماك حي، هذه كلها يشملها الحياة، كلها يشملها الحياة، فهذه جنس الأحياء لكن أنواعها مختلف، هذا إنسان هذا طير هذه بهيمة هذا كذا، واضح ولا لا؟ فهي من جهة يعني أنواع ومن جهة أجناس. لما ترجع حتى الحيوان هذا زين، لما ترجع النامي يسمونه يعني الشيء اللي ينمو، أنت الآن أحمد كم عمرك؟ 24. قبل 23 سنة إيش كان طولك؟ طيب فتشوفون أنت الآن المولود يولد هذا كبره صحيح، وبعدين شوي شوي يكبر 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 لين يصير آدم مش كبره صح ولا لا؟ فيقول نما ينمو. البعير نفس الشيء، عندما يولد حوار صغير ثم يكبر يكبر يكبر، واضح ولا لا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أو الرجل الذي جاءه يطلبه بعيرا، فقال سأركبك على ابن الناقة، سأركبك على ابن الناقة، قال ما يفعل ابن الناقة زين؟ قال وهل تلد الناقة إلا بعيرا؟ يعني حتى البعير ابن ناقة بالأصل، هو فهم ابن الناقة يعني شنو؟ حوار صغير هذا زين؟ قال وهل تلد الناقة إلا بعيرا؟ يعني حتى الناقة الأصل حتى البعير كان ابن ناقة وما زال يعني. لكن وإذاك أنت الآن تكون طفلا ثم تكون شابا ثم تكون كهلا
ثم تكون يعني أبا ثم تكون جدا، صحيح ولا لا؟ قبل أنت اللي هاوشونك صرت أنت اللي تهاوش. هكذا الحياة. فهذا نماء، هذا نماء. الشجرة نماء، النباتات تنمو، ما فيها حياة كحياتك كإنسان، كحياة الحيوان، كحياة، لكن فيها نماء. فالإنسان هذا بالنسبة لي النماء كل جنس الحيوان مع جنس النبات أيضا تدخل في نوع واحد، أو هي نوعان بالنسبة لجنس آخر وهو النماء، وهكذا. فالشاهد من هذا أن الجنس والنوع، يعني عند أهل العلم بعض، حتى بعض أهل العلم يسمي الجنس نوعا والنوع جنسا، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. نعم. تعريف الجنس هو ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه أجناس وكل جنس تحته أنواع. نعم. تعريف النوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. بأشخاصها، يعني مختلفة بأشخاصها، يعني النوع أشياء تجمعها جنس واحد لكن يختلف إلى أنواع، يختلف إلى أنواع، مثل ما قلنا أنواع القمح، أنواع هو جنس واحد لكنها تختلف إلى أنواع. نعم. وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان. طيب، الأدقة اللي هي ما يدق، اللي مطحون، اللي يطحن أو يدق، مثل القهوة، مثل السمسم، مثل الأشياء التي تدق، طيب هذه الأدقة. نعم. واللحم واللبن أجناس باختلاف أصولها. نعم، اللحم واللبن أجناس باختلاف أصولها. شلون باختلاف أصولها؟ يعني لحم الإبل غير لحم البقر، لبن الإبل غير لبن البقر، غير لبن الماعز. لكن الماعز والنعجة واحد، لأن كلها غنم، المعزة والنعجة كلها غنم، بينما الإبل غير، البقر غير، جنس آخر. لكن تقول لي الإبل أبو سنام والإبل أبو سنامين، تقول لي البقر والجاموس هذا جنس واحد، واضح؟ فلبن البقر غير لبن الإبل. المقصود إيش؟ المقصود أنه يعني إحنا قلنا قبل قليل أن الألبان من المكيلات، ولا لا؟ فيقول مثلا لبن ناقة مع لبن معزة، طيب؟ لبن ناقة مع لبن معزة، يقول هذه مختلفة، أجناس ثانية. إذن ما يشترط التماثل لكن يشترط التقابض. لكن لبن معزة مع لبن معزة التماثل والتقابض. طيب، لبن معزة مع لبن نعجة كلاهما غنم، المعزة اللي هي ذكرها التيس والنعجة اللي ذكرها الخروف. طيب، المعزة والنعجة جنس واحد كلاهما غنم، بينما البقر لا، جنس آخر، الإبل جنس آخر. إذا اختلفت الأجناس هنا، إذا بيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. إذا يجوز لك أن تبيع صاعا من اللبن البقر بصاعين من لبن الغنم، بس لبن الغنم أحسن، نعكسها زين، صاع من لبن اللبن المعزة بصاعين من لبن البقر مثلا يجوز، لكن معزة ونعجة ما يجوز، لابد صاع بصاع. لماذا؟ جنس واحد، وضحت؟ نعم. والشحم والكبد والقلب أجناس. نعم، يعني الشحم والكبد والقلب تعتبر أجناس. يعني الآن تبيع مثلا لحم باللحم، لابد يكون مثلا بمثل، يدا بيد، واضح ولا لا؟ المكيلات مثلا بمثل، يدا بيد. طيب، لحم بشحم، لحم بكبد، لحم مثلا كراعين، طيب هذه لا، يقول اختلفت الأجناس هنا الآن، هذا جنس وهذا جنس وهذا جنس، إذن يجوز التفاضل، يجوز التفاضل بينها. نعم. والضأن والمعز جنس واحد، والبقر والجواميس جنس واحد. نعم، نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
يقول: ما حكم بيع تمر إخلاص بتمر برحي مع اختلاف الوزن؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن قلنا هذا يعني تمر بتمر، لابد مثلا بمثل، ما يجوز يعني اختلاف الوزن، ما يجوز تمر بتمر ولو اختلفت الأنواع، لأن هذه جنس واحد، التمر كله جنس واحد، فلا بد يكون مثلا بمثل ويكون يدا بيد. أحد عنده سؤال على الدرس؟ نعم. هذه يأتينا بالصرف إن شاء الله تعالى، الدرس القادم إن شاء الله. نعم. سم؟ لو اختلف المكان. شلون يعني اختلف المكان؟ يعني مثلا هنا بورصة، مثلا بورصة الكويت، بورصة مصر. فبيع تمر للتمر، وكيل عندي هنا أو وكيل هناك. نفس اللحظة يقول. يعني استلام قصدك؟ استلام. إي تستلم التمر. تمر للتمر. أو فضة فضة. إذا كان لك وكيل واستلم عنك، قال سلم وأنا سلمت وكان بينكم اتصال، يعتبر استلام. إيه. موزونات. إيه. موزونات. إيه يشترط التقابض بس. ما يضر. حتى لو زاد سعر. 50 كيلو فضة بخمسة كيلو ذهب. مختلف السعر. إيه طبعًا أكيد هم مختلف السعر. مو نفس السعر. ما يضر، ما يضر أبدًا. نعم. كيف؟ بيت. دين. طبعًا. نعم. جميل. يا يبيع بنفس الوزن، يا إذا يقول لا هذا مصنع وأحسن، وهذا بيع اللي عندك وبعدين اشتري ذاك، لكن ما تبادل. تبيع اللي بعشرة تستلم فلوسك وبعدين تروح تشتري المصنع. إيه لابد يعني يكون يدا بيد في بيعك الذهب ويدا بيد في شرائك للذهب، لكن ما تبادل الذهب بذهب مع اختلاف القيمة، ما يجوز. جنس واحد هذا، إذا كان كله بقر ولا كله غنم ولا كله إبل، أي يكون جنس واحد. أما إذا هذا لبن بقرة وهذا حليب ماعز ما فيها شيء. نعم. علة التحريم قلنا قبل قليل، إما الوزن وإما الكيل، يعني في الذهب والفضة الوزن والثمنية، وفي المكيلات اللي التمر والشعير والقمح وما قيس عليها يكون الكيل. زين. والقول الثاني الكيل والطعم. الضرر أنه يقع اختلاف بين الناس، يقع اختلاف بين الناس، يعني قصدك أنت الحكمة من التحريم. أي نعم، لأنه يقع يعني ظلم للبعض، يقع ظلم للبعض أنه بما أن هذا يعني أضر به، يعني أكون أخذ صاعا بصاعين وإن كان متفقين، لكنه في النهاية فيه ضرر عام على المجتمع. وإذا قال الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قال لهم لا، أحل الله البيع وحرم الربا. قد يكون أحيانا بس مدى الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، تستجيب أو لا تستجيب، وإن كان متشابهين. وذاك البعض يقول ليش أصلي العصر 4 والفير ركعتين، أنا أنام بكر، بالعكس بالفير 6 ركعات لأن شبعان نوم وهذا وصل استجابة، السمع والطاعة. اي نعم. لا ما في تكرار. المال فلوس اقدر احطها من الموزونات ولا المال فلوس اقدر
هو موزونات المال ما الذهب يعني هو عن الذهب. المال الآن هو مكان الذهب. المال الآن مكان الذهب. على ما يعطى يأخذ رأس ماله فقط. يقول إذا تعامل اثنان بربا النسيئة يعني أقرضه ألفا على أن يعيدها له 1100 واحدهما لا يدري أنها حرام، مع أن هذا صعب أنه ما يدري أنها حرام يعني بعيد جدا، لكن كما قال الله تبارك وتعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا تاب كل واحد له رأس ماله فقط. أي نعم. نعم. اي نعم. يقول شراء الذهب عن طريق الكينت هل يصح او لا يصح؟ يصح بشرط ان يكون يدا بيد. ان يكون يدا بيد. يعني ياتي ويسلم يدا بيد. يعني استلم الذهب الحين يحول له. اما يحول له ويقول له باكر يجيك الذهب ما يجوز. ما يجوز. الا اذا كان هناك من يعني يوكل احدا يقبض عنه. إذا وكل أحد أن يقبض عنه في المكان الذي فيه الذهب مثلا، فلان أنا أقبض عنك الذهب وكلني أوكله في قبض الذهب ما في بأس إن شاء الله تعالى. هذا وكله 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 أنه وضعه له، لكن بشرط أنه يعطيه الرقم السيريال يعني رقم الذهب وهذا، وأن الذهب اللي اشتريته هذا رقمه موجود في المكان متى ما أردته أخذته. أما وشراء الذهب عن طريق المحلات بالكينت أو بالفيزا أو كذا يعني بالكينت لا بأس، أما الفيزا ففيها كلام حقيقة، إذا خاصة إذا ما كانت معبأة الفيزا لأنها تأخذ يومين أو شيء، إلا إذا والشيكات كذلك، إلا إذا كان الشيك مصدقا، الشيك مصدق هذا إن شاء الله ما في بأس في شراء الذهب والله أعلم. نعم. الحديد. البصل. إيه. لا هذا ليس حديثا، لكن هذا كلام الأطباء. هذا كلام الأطباء. إذا دخلت بلدا فكل من بصلها. يعني حتى يعني يكون عندك نوع من المناعة. لا كلام الأطباء هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص نشوف الأسئلة المكتوبة. ما حكم التيمم أو الوضوء بماء أو تراب مسروق من غير معرفة الشخص؟ الوضوء صحيح والسرقة حرام. الوضوء صحيح والسرقة حرام. ما أفضل طريقة لتقييد الفوائد في الدروس؟ أن يكون القلم بيدك دائما يعني وتقيد هذه الفوائد. هل مرق الجزور ينقض الوضوء؟ والظاهر الله أنه لا ينقض الوضوء، وإنما هذا خاص باللحم، خاص باللحم. إذا كان عندي جرح ينزف دما قليلا هل تصح صلاتي؟ إذا كان يسيرا فهذا معفو عنه، نقاط صغيرة بثرة أو شيء أو كذا هذا معفو عنه، أما إذا كان كثيرا فلا. هل يمكن لأحد أن يتبع المذاهب الأربعة؟ طبعا يمكن أن يتبع أحد المذاهب الأربعة، نعم ما في بأس إن شاء الله تعالى، بالعكس يعني تكون دراسة، بس لا يتعصب، أهم شيء لا يتعصب لأي مذهب من المذاهب. هل نزع الخوف بعد المسح عليه يبطل الوضوء؟ لا لا يبطل الوضوء على الصحيح والله أعلم. إذا كان في الخف شق يسير يظهر القدم هل يصح المس عليه؟ إذا كان يمكن المشي عليه وإن كان فيه بعض الشقوق لا بأس. يقول سفيان الثوري وهل كانت خفاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة؟ يعني ليس في أنت عندك هنا بالبلد، الحمد لله إحنا بنعمة، يعني يمكن الجورب لو يصير فيه شق صغير رماه واشترى واحد ثاني،
لرخصها وتوفرها. لكن في بعض البلاد إلى الآن يعني ما فيها هذه الجوارب متوفرة أو الخفاف متوفرة كما هو عندك الآن. فالصحيح والعلم عند الله أنه لا بأس. إذا كان الإجماع دون نص فهل يقدم على النص؟ مستحيل، ما في إجماع بدون نص، لا يوجد إجماع بدون نص. لكن النص يكون ما ذكر، يعني ما ذكره العلماء أثناء إجماعهم، ولا يمكن أن يخالف الإجماع نصا، لا يمكن أبدا. يعني كأنك تقول غاب النص عن الأمة كلها، والأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا. إذا فعل الإنسان شيئا يحل دمه ثم تاب، هل تكون عليه العقوبة حتى بعد التوبة؟ هذا تنفيذ العقوبة هذا عند القاضي. القاضي إذا رأى أنه يمكن عدم تنفيذ العقوبة أو تنازل صاحب الحق، نعم لا تنفذ فيه العقوبة. أما إذا لم يتنازل صاحب الحق أو أنه كان حدا من حدود الله تبارك وتعالى وبلغ القاضي، فإنه تاب أو ما تاب، يعني يقطع يده. وذاك المخزومية التي سرقت تابت، ومع هذا أمر النبي بقطع يدها صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يرجع إلى القاضي، يرجع إلى القاضي وليس لي ولا لك. امروا أولادكم بالصلاة لسبع، هل يقاس العمر بالهجري أو الميلادي؟ لا، الهجري، الهجري ثاني السبع، ما تفرق ترى بالميلادي والهجري، يعني بأيام تفرق فقط. يعني هو كل 30 سنة أو كل 30 سنة ميلادية عن سنة زيادة سنة هجرية، يعني صير 31 سنة هجرية، فسبع أيام سبع سنين، يعني قليل الفرق جداً.